الشيخ ابو يوسف امين. نعم. خلينا نقول قرار شوي صعب شوين القرار هذا وشايفين يعني فيه زي يعني الرجوع الحق من التمادي على الباطل لما قررت مشايخ الدين انه هذا لا يليق وتجاوب اهل العرس فيها على قرار المشايخ قرروا يقيموه. احنا نعتبر انه هذا حدث كثير يعني مما يقرب القلوب لبعض البعض وترجع المياه الى مجاريها بين الجميع لانه صار في اختلاف في الراي بين الجميع. اما الحمد لله نعتبر بهذه المناسبه انه هذه المشكله انحلت واحنا ان شاء الله بنصير الى الامام والى اصلاح الاوضاع في كل العلاقات بين الاخوان. يعني حسب رايك القرار يعني ما يخلوش الصور هون يعني ليش مثلا شو الدافع؟ القرار مشايخ القرار استنادا على اوامر الدين اللي بطبعهن والحمد لله كان رئيس المجلس وكان مشايخ البلد كلهم تجاوبوا مع قرار المشايخ وتعاونوا وتضافروا جميعا على ازاله هذا الشيء اللي كان لاجل منه ولو انه النوايا كانت من اللي قاموا في هذا الموضوع كانت نواياهن اكراما للشيخ وهذا في حد ذاته شيء كثير منيح. اما الموضوع هذا ما ناسب اهل الدين يكون في الشارع جنب الشارع. احنا بنشكر جميعا كل من قام على نوايا الخير حتى يتم هذا المشروع اكرم الشيخ محمد جواد نفعنا ببركاته. نسال الله سبحانه وتعالى يلمنا جميعا الى التعاون والى دائما حل المشاكل بالرطق السلميه والتعاون من جميع الفئات. شكرا لك شيخ. رئيس المجلس قرار مش هوين يعني يمكن من اصعب من أصعب قرارات أنا أخذتها في حياتي ولكن يعني السلم بين المشايخ كان أهم يعني الموضوع ولكن ممكن مستقبلا هذا الشارع اللي هون احنا نسميه شارع الشيخ أبو محمد جواد أو دوار الشيخ أبو محمد جواد فتنا في الحقيقة صعبة حقيقة صعبة ولكن ليس هذا المكان والزمان انه انا يعني نحكي كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشايخ السياس الاخوان الاماميين احنا اليوم كان في قرار والقرار كان على خلفية اجتماع كان عند الشيخ العام أبو سامي هاني مع جميع السياس والمشايخ البلد ومشايخ الشباب إنه اليوم يجي لهون على أساس نقل صور الشيخ أبو محمد جواد الله يرحمه على أماكن مقدسة في البلد. إحنا لازم نوضح الأمور بشكلها الصحيح. أنا استلمت مكتوب من السياس اللي بطلبوا إنه على خلفية الاجتماع اللي كان في سيدنا أبو عبد الله اجتمعت الهيئة الدينية في آسفة 3/6 وتم الاتفاق والقرار بقبول خواطر مشايخنا الكرام بالتوقف عن إتمام العمل كما كان مخططا له من إقامة صورة لحضرته واللي ماضي عليه السياس الثلاثة في آسفيا وإجوا لعندي على أساس إنه احنا هذا الموقف تبعنا. على غرار هذا المكتوب اقيم اجتماع في 9/6/2012 في سيدنا الخضر وتم الراي على يد المشايخ انه يتوجهوا لرئيس المجلس المحلي على اساس انه المشروع هذا يعني ان احنا بالتي هي احسن انه حسب كتاب السياس نقيم الصور. أنا بقول إنه أنا شخصياً يعني في وظيفتي كرئيس مجلس محلي أنا عم أعمل
زي ما قالوا اجماع المشايخ، اجماع اللي كان من المشايخ من سياسي البلد ومشايخ البلد ومن من الطائفه كلياتها. فمن هون اخذت على عاتقي على اساس انه اول شيء نهدي الخواطر، وهي تكون بدايه صفحه جديده، صفحه جديده للعلاقات كمان بين كل المشايخ في عسف، يعني من شباب ومن غير شباب. وانا بقول يا اخوان انه هاي القضيه هون اليوم احنا نزيل الصور، ومن بعد هالمجلس المحلي بتكفل في اتمام هذا المشروع زي ما انتم شايفين. سامع احنا لا اي واحد بده يحاول يفسر وكانه احنا بدنا نقلع الخليه هاي، او احنا بدنا نقيم شيء هون، لا ابدا. احنا بدنا نتمم المشروع هذا بالتي هي احسن، يعني نرجع الشارع هذا زي ما كان، الدرابزين هناك، الورد اللي كان هون، ومستقبلا ممكن انه هذا الشارع يتسمى على اسم الشيخ ابو محمد جواد، او الدوار هذا يكون دوار الشيخ ابو محمد جواد. فمن هون هذا الانطلاق، هذا شغل المجلس المحلي. اما القضيه الدينيه يعني بتكون قد انتهت اليوم مع نقل الصور، مش ازاله. وانا بترجاكم عدم استعمال إزالة، احنا مش قايمين الصور، احنا ناقلين الصور لأماكن دينية مقدسة في هاي البلد على أساس إجلالا لهذا الشيخ، واحتراما له، واحتراما لمكانته، واحتراما لعمله وصيانته الأرض والعرض وكل إشي. فمن هون يعني هذا مش إشي بسيط، ولكن هيك قررت المشايخ. المشايخ في الأمور الدينية بتقرر، وأنا شخصيا بقول لكم إنه من بعد التشاور مع جميع المشايخ، أنا بقول مع جميع المشايخ في البلد وبرية البلد، كان هذا الإجماع، واتفق على أساس في الاجتماع اللي كان عند الشيخ بوسامي هاني على نقل الصور. نقل الصور بالإجماع تم في اجتماع، تم في بيت الشيخ أبو سامي هاني وبحضور سياسي الخلوات ولفيف من مشايخ البلد. تقرر ما يلي: تم الاتفاق على نقل صور الشيخ المرحوم أبو محمد جواد للأماكن التالية الآتية: من الموقع أعلى، مقام سيدنا أبي عبد الله، مقام الست خضرة، بيت بركات، بيت الشعب، وبيت البلد. يقوم وفد من المشايخ باستلام الصور، نقلها وتعليقها في الأماكن المذكورة أعلى. وهذا يتم في موعد اللي هو 29/6/2012 الساعة 11 صباحا. اليوم إسا احنا الساعة 11 تماما، وإحنا يعني واقفين في الاتفاق. يكتب منشور ويوزع على مشايخ الدين، وفيه طرح الحل الذي توصلنا إليه. كتب منشور ويتوزع على الخلوات، وعلى هذا مضين المشايخ الشيخ هاني أبو ركن، والشيخ أبو نزيه أمين كيوف، والشيخ أبو يوسف أمين منصور، باجتماع المشايخ وإجماع الرأي فيهم. فأنا بدي أشكركم، وأنا بدي أقول لكم إنه هاي الخطوة الأولى من أجل التحام الصفوف بين جميع المشايخ، بين الناس اللي طبعا، لأنه المشايخ ما قالوا، يعني المشايخ اللي تعبوا هون انا بدي احب اشكرهم واحد واحد. وانا بقول انه المشايخ الطائفي كتبوا انه كانت نيه طيبه للمشايخ هاي من اجل تكريم هذا الشيخ. يعني كل من سعى وكل من دفع وكل من بنى كانت له، كان في اجماع في الطائف الدرزي بين أقطاب كل المشايخ، من الشيخ أبو حسن الموفق لمشايخ الهضبي لمشايخ الكرمل وكل مشايخ الجليل، قالوا إنه هذول المشايخ كان هدفهم تكريم الشيخ. وكل من يتلاعب في الحديث سامع بيكون غلطان ومخطئ، وبتكون في عنده نوايا غير صادقة. وأنا من هون من هذا المحل بدي أبعث لهم الشكر على عملهن هذا الصادق من أجل تكريم هذا الشيخ اللي بحق له كل التكريم. وأنا بدي أشكركم، وأنا بطلب من المشايخ الشباب إنه على أساس ناخذ الصور إسا ونقوم في تعليقها في الأماكن المعدلة.
سلم على الله. أهلين. بارك الله فيك. احنا كلياتنا نتفق. نية طيبة إن شاء الله يا مشايخ.